المنتخب مثل ما قلت راح يغادر ان شاء الله صباحا الى عمان ثم الى العقبه، وراح تكون اول مباراه مع المنتخب اللبناني يوم الاربعاء القادم. طبعا الفريق اعداده كان اعداد متواضع جدا بسبب الاختبارات، بسبب توقف التمرينات كذا على كذا فتره، انعرض يعني برنامج ما كان واضح بالنسبه لنا. احنا في فتره تقييم الان، مشاركتنا ان شاء الله يعني الفريق اللي احنا شايفينه الان فيه خامات زينه، لكن يحتاج الى تقييم من جديد، يحتاج الى اعداد جديد، يحتاج الى حسب ما اعلن في رؤيه الاتحاد الكويتي لكره القدم، سيتم ان شاء الله في عمل وتغيير كثير بالفريق ان شاء الله مستقبلا. ولكن احنا كاتحاد وصلنا للاتحاد، الفريق موجود، المدرب موجود، الاجهزه الاداريه موجوده، الاجهزه الفنيه موجوده، المشاركات مستحقه، راح نشارك وان شاء الله يعني نتامل ان شاء الله على الاقل يقدمون عرض مميز وعرض زين ان شاء الله. احنا ما احنا مستعجلين على الفريق، احنا نفكر في اعداد مستقبلا وفي مرحله قادمه ان شاء الله راح يتم التغييب لجميع الفرق والمنتخبات الكويت، لجميع من يعمل في الاتحاد، وان شاء الله نظهر بصوره حسب ما يطلب الجمهور. ولكن الصبر زين والوقت طويل والعمل طويل وعمل جبار. احنا صارنا فتره يمكن شهر بالاتحاد، يعني يجتمع الاتحاد اجتماع واحد، ولكن ان شاء الله الخير قدام ان شاء الله، واحنا متفائلين وسنعمل ونشارك الجميع بعملنا ان شاء الله. هذه المجموعه يمكن البعض يمكن ما يعلم عنها، ان هذه المجموعه ما عندها اي مباراه دوليه سابقه الا مع الامارات، كانت في مع جهاز فني كانوا قبلنا. احنا تعتبر اول مباراه دوليه وديه حق المجموعه هذه من لعبوا بالمنتخبات، فيبقى عامل الرهبه عندهم، يبقى عامل شوي حتى انهم يلعبون بملاعب نفس الاستاد، ويبي له شوي العامل النفسي اكثر من العامل العوامل الفنيه. شفنا يمكن المباراه اليوم في بعض الاخطاء والهفوات يمكن تحصل حتى بالفريق الاول، لكن ما راح نقسى على اللاعبين، احنا لسه على قولتهم احنا تونا في البدايه، راح نعمل على قولتهم كثر ما نقدر على تطوير المجموعه هذه، ومتفائلين فيهم خير، في عناصر جيده وفي عناصر، لكن تحتاج البيئه اللي تقومهم، البيئه اللي تطور من امكانياتهم حتى انه يكون باذن الله عندنا مستقبل، منتخب للمستقبل قدام باذن الله. والحين هذه المجموعه عندهم غرب اسيا، وبعدها عندهم كاس العرب في شهر 9، وعندهم التصفيات اللي هو الهدف الاساسي.